تطور الطب بالنسبة للمرأة أو المرأة في مجال الطب، المجال الطبي المرأة فيه منذ زمن يعني، ولكن حدثت قفزات في الفترة الأخيرة فعلا. منها على سبيل المثال الحاصر هو اقتحام المرأة لمجالات وتخصصات كانت حكرا على الرجال في البداية، وكان ينظر لها بأنها مجالات صعبة شوية بالنسبة للمرأة. منها المجالات الجراحية، خصوصا الجراحات الدقيقة في تخصصات مثل القلب، جراحة القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، وهذا شيء ملحوظ كثيرا الآن من السيدات السعوديات أو الطبيبات السعوديات تخصصوا في مجال جراحة العظام والجراحات الأخرى أيضا. يعني مجالات كانت تعتبر حكر على الرجال الآن اقتحمها سيدات وبنجاح كبير. في المجال الطبي الآن صارت السيدات أيضا تدير مستشفيات، السيدات أيضا يرأسن جمعيات طبية على مستوى المملكة، على المستوى العالمي أيضا عرف كثير منهم، بعضهم حتى دخلوا يعني في أسماء دخلت أيضا واعتمدت في أمريكا مثلا على سبيل المثال. في سيدة شابة الآن هي من ضمن طاقم الاختبارات في البورد الأمريكي. التحدث أو الحديث عن حقوق المرأة وما حصلت عليه في ال7 سنوات الأخيرة يحتاج إلى وقت طويل للإسهاب فيه، وأنا متأكدة أنه القادم يحمل الكثير الكثير من التألق لارتقاء بوضع السيدات في المملكة.